الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام عبد الله بن الامام ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى في الحاقيه: ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا فكلكم يعصي وذي العرش يصبحوا. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تقدم معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالنظم في العقيدة والتوحيد، وأن الأصل أننا نبدأ بالأدلة من الكتاب والسنة، ثم النظم يراجع ما درسنا من الأدلة من الكتاب والسنة. ثم ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذه المنظومة حتى نضبط الأشياء التي تعتقد ولا بد في التوحيد والمعتقد، منها التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، السلف الصالح، ولا نكون من الفرق الضالة، والبعد عن الابتداع في الدين، وأن كل بدعة ضلالة. وأيضا ذكرنا ما يتعلق بالقواعد في الأسماء والصفات، ولا بد أن نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، إثبات وتنزيه، والمعاني معلومة، الكيفية علمها عند الله، والسؤال عنها بدعة. ثم مررنا بأبواب منها الترضي عن الصحابة رضي الله عليهم، وذكرنا أن الذي يطعن في الصحابة رضي الله عليهم قد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة رضي الله عليهم. أيضا ذكرنا ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر من سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك عليه الصلاة والسلام، والبعث والنشور والحوض والجنة والنار، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، وغير هذه من المسائل المهمة التي لا بد أن تعلم، لأن المسلم سائل الله سبحانه وتعالى، كل إنسان سائل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ سائلك الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أدى الأمانة؟ هل نصح الأمة؟ هل بلغ؟ هل جاهد في الله حق جهاده؟ تقول: نعم والله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده. سائلك الله عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت؟ هل صبرت على العلم والعمل والدعوة؟ وأراد أعداء الإسلام أن نصل إلى مرحلة لا نعرف عن الإسلام شيء، إلا أنه ميم سين لام ميم، لا يعرف عن الإسلام إلا ميم سين لام ميم، يعني مسلم لا يعرف شيء عن الإسلام. فلا بد أن نتعلم هذا الدين، ونعلم الأولاد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، يقول ابن القيم رحمه الله: لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدقه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة، لكفى أن يكون فيها الشاهد والمشهود له، والحجة والمحتج له، والخبر والبرهان. نعم. قال رحمه الله: ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. نعم، أراد المؤلف أن يتكلم عن حكم فاعل الكبيرة أو مرتكب الكبيرة. من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ماذا نحكم عليه؟ أولا الحكم على الأشخاص، الحكم على المعين، هذا لكبار العلماء، هذا للمحاكم الشرعية، هم يحكم فلان فاسق، كافر، مؤمن، منافق، الحكم عند هيئة كبار العلماء والمحاكم الشرعية. نحن علينا
أن نبين ونوضح للناس حكم ترك الصلاة، حكم شرب الخمر، حكم الربا، حكم كذا. أما الحكم على الأشخاص نرجع فيه لكبار العلماء. كفر كبار العلماء هذا الرجل، كفرنا، لم يكفروا ولم نكفر. فاعل الكبيرة، مرتكب الكبيرة، تقدم في الدرس الماضي أن المراتب أربعة: صغائر، وأعلى من الصغائر كبائر. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لعن أو طرد أو غضب أو البراءة من فاعل أو شبه بأقبع الحيوانات أو بأنه من المشركين من المنافقين أو ليس من المؤمنين أو ليس من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة هو من الكبائر. والكبائر تتفاوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر. فمرتكب الكبيرة، إنسان نسأل العافية والسلامة، يشرب خمر، يأكل الربا، فهذا مرتكب كبيرة. هل نصف بالإيمان الكامل، نقول مؤمن كامل الإيمان، أو نقول عنه كافر كفر أكبر؟ لا هذا ولا هذا، لا نصف بالإيمان الكامل ولا ننفي عنه الإيمان بالكلي. نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. إذن معتقد أهل السنة والجماعة في من يرتكب الكبائر أننا لا نصف الإيمان الكامل ولا ننفي عنه الإيمان، نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، يحب ويبغض، لأن المؤمن يحب والكافر يبغض في الله. فمرتكب الكبيرة يحب بما فيه من إيمان ويبغض بما فيه من معصية وفسق. يجالس حال ارتكاب الكبيرة؟ لا. طيب لو مات على ولم يتم، هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه إن شاء عفاه، يخلد في النار خلود أبدي؟ لا. لكن احذر، قلنا لكم في الدرس الماضي أن الصغائر تؤدي الكبائر، والكبائر للأصغر، والأصغر يؤدي بك للأكبر، طريق خطير. ولابد من توبة، يتوب الإنسان من الكبائر، لابد من التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة، النائحة يعني تتنوح، ترطب وترفع الصوت على الميت، يا لهوي مثلا، أي نعم، تعترض على قضاء القدر. لابد أن تصبر، تصبر بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال النائحة إذا لم تتب يوم قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جبر، نسأل العافية والسلامة. إذا من يرتكب الكبائر نخوف بالله، نذكره، لا نخرج من الدين ولا نصف بالإيمان الكامل ولو جاز حال ارتكاب الكبيرة. نعم. قال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصبح. أهل الصلاة، لأن من صلى صلاتنا، أهل القبلة، كل من أظهر لنا الإسلام لا يمكن أن نخرج من الإسلام إلا بيقين. وهذا ولله الحمد دور كبار العلماء المحاكم الشرعية، علينا النصح، علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضي الشريعة. فإنسان يصلي معنا، يشرب خمر، نسأل الله عافية السلام، إيش نصنع؟ نكفره؟ لا. نقول ما شاء الله تبارك الله عليه؟ لا. يجالس على ارتكاب الكبيرة؟ لا. يناصح؟ نعم ولا بد. إذا كل من استقبل قبلة أهل الإسلام فهذا نحكم على ظاهره بالإسلام، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، نحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. وكل من مات على الإسلام نعامل على ظاهر، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة. وكل من مات نسأل الله عليه السلام على الكفر فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين. يا اخواننا الصلاة أمر عظيم،
كان لا يتخلف عن الصلاة أي صلاة الجماعة إلا منافق ظاهر النفاق، وكان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين. لماذا؟ نجد يعني جمع كبير ما شاء الله، هذا نعمة في صلاة المغرب والعشاء، ولا نرى هذا الجمع في صلاة الفجر، مع أنك الكل لا يتغيب عن الوظيفة أبد ولا تأخر. واستعينوا بالصبر والصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته عليه الصلاة والسلام لم يتخلف عن الصلاة قط، حتى في الحرب يصلوا جماعة، جماعة واحدة. قدر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ينام ليلة في جهاد، وضع من يوقظهم للصلاة، وتأخروا عن النوم حتى تتعلم الأمة كيف تقضي الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. نعم. كل بني آدم خطاء، والمعصوم من عصم الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فماذا نصنع؟ العاصي نذكر بالله، تاب تتركه، ولا تذكر بهذا الذي صنع وتاب منه. الإشكال، كل الإشكال في من يعصي ولا يستغفر، يعني مصر معاند، لأن الشيطان يقنط بني آدم. فلا يمكن أن نقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. قال رحمه الله: لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضحه. ظهر أول البدع ظهورا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة الخوارج، أول الفرق. لكن لو تتأمل وتنظر كيف كان الخروج، مهم جدا والله. أول خروج كان بالسيف، لا، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا يمكن يأتي خروج بالسيف إلا ولا بد يسبق خروج باللسان. أول خروج كان على النبي صلى الله عليه وسلم ممن من ذو الخويصرة. بماذا؟ بالسيف؟ لا، باللسان. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا قاعدة عند الخوارج: الخروج أول ما يكون بالسيف؟ لا، يكون باللسان. ولهذا يوجد شروط. إنسان ذهب نسأل الله السلام من الخوارج، أول سؤال، أسئلة عندهم في المقابلة الشخصية، أول سؤال ما هو؟ تكفر فلان؟ من فلان؟ حاكم هذه البلاد. سبحان الله، هذا خرج وذهب إلى دولة أخرى، قال لماذا أكفر هذا؟ قال لابد تخرج بلسانك، إذا خرج بلسانك يخرج بالسيف. وأول قلنا لكم ما تبدأ المخالفة تكون صغيرة، يقطع الإشارة، أي نعم، يخالف في بعض الأمور شيء فشيء، يعتاد على الخروج على السلطان، ثم بعد هذا يكون الخروج الأكبر. إذن يخرج باللسان، يخرج بأمور صغيرة، اختلاس كذا، قطع إشارة، الله يغفر لنا يا رب. تعود نفسك على الطاعة في المعروف، قطعنا الطاعة، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. قال اعدل يا محمد، هذه العلامة الثانية عليه الصلاة والسلام. كلمة حق يراد بها باطل، لو تسمع، لا تسمع، لا تسمع لكلام الخوارج. لماذا؟ لأن الظاهر في كلامهم حق، لكن الباطل أبطل الباطل. يقول اعدل، العدل كلمة حق،
يا محمد. سبحان الله عليه الصلاة والسلام قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. كلمة حق يراد بها باطل. إذن الكلام معسول، كلام جميل، الجهاد وأهل الإسلام وكذا وكذا، طيب هذا الكلام صحيح، لكن ما العلاج؟ ما الطريقة؟ الطريقة قال نعم هم يقول أن أهل الإسلام الآن يقتلوا وكذا، صحيح، ما العلاج؟ قال العلاج والحل نفجر المساجد، والعلاج نقتل أهل الإسلام ونترك أهل الكفر. نعم والعلاج أقتل والدي ولا بد وأقربائي الذكور، أما النساء أسلمهم لهؤلاء. نعم هذا العلاج، هذا الواقع. كلمة حق يراد بها باطل. طيب أبايع من؟ إبليس. تبايع إبليس؟ نعم. أبايع من؟ إبليس. ما تصدقوا. طيب أنا عندكم الآن، تبايعوني؟ شوف يضحك الشيخ، يعني يقول أنت تهزأ؟ لعب هذا؟ أي واحد يخرج وبايع؟ إذا بويع لخليفتين قال فاقتلوا آخرهما، أي واحد يخرج يقول أنا أمير المؤمنين وبايع؟ إذن يخرج الدجال نصر عليه السلام ويبايع. طيب هل هذا